مش مرتاح لكم. ليه؟ انت بنزين وهو زبله حمام، ده انتوا عيله زباله بصراحه. جاتكم القرف. احكي لي، فرحيني يا خلف الحبايب. لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو، تجري على محطه البنزين تفولي 90. لا، اجري على بتاع البويات. وبتعملي ايه عند بتاع البويات؟ اشم كله. كله؟ كله يا بنت الملزقه؟ تعمل ايه كله دي؟ دماغ عاليه قوي، واذا ما لقيتش كله اشم غيرها. غيرها؟ واجري على الاسم. امسك يلا شمامه هروين، خارج على القانون. ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هروين، عشان خاطري اضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات، وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه. الحمد لله، قفلوا عليكي كل حاجه. تعملي دماغ بايه تاني؟ بالكريم. كريم ايه؟ الكريم بتاع البشره. هو ده يعمل ايه ده؟ دماغ عاليه قوي. دماغ عاليه؟ ده انا على كده واكل مصنع يا بنت. ومس ان هو في نفس الوقت ملين. يا مسهل، النهارده الصبح شريت علبه كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها. سندوتش كريم؟ وطلعت على الاسم وانا فله. اول ما شافوني داخله بتطوح قالوا لي بس حطينا كله والبنزين في المخدرات. قبض عليا وخدوا عينه من دمي، مالوش فيها ولا بنزين ولا كله. لقوا كريم؟ لا، لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريد اكتشفوه؟ هتلاقي الف حاجه وحاجه تعمل بيها دماغ، صراصير، نمل. هو انت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني ايه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمه. ايه؟ بتروقي العمه؟ طب اندهيني يا مريم، ما انا بروق الشقه كل يوم، يعني جت على العمه بتاعتي. يا ابني انت عبيط. إيه؟ بسلطن لانفخي. لا، انت اللي عبيطه. ليه؟ بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغزهم، بغز القانون واستفزه. انا كده ما احبش حاجه تقيد حركتي، احب اعيش حره مفلوته ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياه. يعني حركات الحياه ايه؟ انا حره في الحركات اللي اعملها. اتحرك كده، اتحرك كده، اتحرك. الحقيقه اسم. إيه؟ الكريم صيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك، انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده اصطدت صيد. طب فرحيني بقى، اصطدت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، اصطدت شبان. ايه؟ اصطدت شبان ازاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خد هنا انطقي، تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حدش يشم. لا 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 لا. إيه؟ بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي. انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه. انا صاحبة بشم كله وغيره وباكل كريم بس صاحيه النفس. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ ايه اللي ادب؟ وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيدة اللي فاكراه صح، بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة صح 100% ومفيش حاجة غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا الكلام. عندك احنا اهو كلنا ولاد عم. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. انما انا بعمل غلط لان وجهة نظرهم ببجاحة. يبقى مين فينا الأقوى؟ ايه؟ خلاص سك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب، ما ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا. هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب الثلاث ورقات. طلع البيت يا اسم. البت ديت؟ لا استنى، علق الاول. علق ايه يا حسن؟ ده انا معيش تعريفك. ليه والساعه اللي في ايديك دي؟ لا! ايه؟ الا الساعه. ليه؟ ده انا معلم بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش. يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما انتي محترمه. يعني تاخدي حاجات وتقولي لي محترمه؟ تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ناس. طب تعالي. هقول لك فزوره. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذرة. ايه؟ لا غلب حماري. يا بنت فكري كويس، اسم دولة أوروبية لو حطيت عليها نقطة تبقى اسم عالم ذرة. غلب حماري. قطر لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. قطز قطز. هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة أوروبية؟
نلعب بقى شويه. حالك فزوره. يلا بينا نلعب. يلا هوب. 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 بقول لك ايه؟ تخلف. بقول لك ايه؟ ايه رايك في هبلي؟ شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت سيره لحد اني اهبل. ليه يا قاسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العبها، ممكن اقول لك فزوره؟ لا تحت امرك. عادي وديع؟ طيب بص، عندنا حمار وارنب وماعز محبوسين في اوضه، يخرجوا منها ازاي؟ ده سؤال صعب. حمار وارنب وماعز محبوسين في اوضه؟ مريم. ها. الاوضه ديت ليها باب؟ ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ مفتوح. ده صعب جدا كده. طب انا رايي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان راي الحمار. حلوة قوي. انا بيتك خمتيني. يلا نلعب بقى شويه. نلعب ايه؟ يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. التخلف ده. طب والله يا مريم ما جبت سيره لحد ان عبيط. ايوه مفهوم يا قاسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعالي. لا انا مش عايزه العب. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العب. ليه؟ ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه؟ كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايزه العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه العب؟ عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليك. عليكي. لا لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعال. طيب قول. تعال. طيب ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه عصبيه انت خالص؟ لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يلا. خليكي سيريلاك يعني، ما تبقيش ايه؟ افتكرت، اديك شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. التخلف كويس. لا 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 والله. لا لا هتندمي. لا دي فرصه. لا راسك هتبقى تحت ورجليك فوق. والله هتندمي. استغل فرصه ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي؟ جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالي خلاص نأجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايزه ازعلك والله. طيب تعالي اقول لك فزوره. طيب. طب اقعدش. حاضر سيب ايدي. طب اقعدش. ما انا هقعد. طب اقعدش. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقول لك ايه؟ اقعدش. انت جاي بالديناصور نمثل معايا؟ سيبني يا مريم. اقعدش يا ابني. هعصبني بقى. ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدش. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا، ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. النمل هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوق، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوه.
حلوه. اه بس انا مش عايزه العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفرقيش يا هبله. يا اولاد عمي، يا اولاد عمي، يا رمم فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ الو ايوه الو ايوه الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا، ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك يقولي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني وحشني خفه دمك. انت فين؟ قولي لي، في حد من الديانه سال عليا؟ لا ما حدش سال عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه، عايزاك. يا اولاد عمي، يا رمم، يا شحاتين، بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند، ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء. اهلا وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد؟ أي. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده، انا بموت في شراء الخرده. انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضيق. ايه؟ هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا اولاد عمي يا شحاتين، اتفرجوا واحكموا. وريني يا فتحي يا عيد، تعالى افرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود، وبيشتغل ده هند؟ اه جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. هند هند. ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا، ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده دي 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا اولاد عم. انا خدت منكم حاجه، اتفرجوا على التحفه التانيه. هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزهم. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين. غلط، قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه. ممكن يا ريتني ما سالتك، اسال النصح بتاع البيت. قول يا قاسم، دي ايه؟ انا دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميدالية. يا ريتني ما سألتك، دي ميدالية؟ أمال دي إيه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. أمال مصدق إنها ميدالية؟ طبعًا. دي أول كاميرا في التاريخ. يا سلام. بتطلع الصور أبيض وأسود. يا نهار أسود. صورنا صورنا. بكام دي؟ صورت، قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه؟ دفعت فيها كل فلوس. أنا جبت لك خردة أحسن. بجد؟ والله خردة هتعجبك أوي. بتطلع الصور أبيض وأسود. هايلة بجد. بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب. اتفضل. يا ترى قولي دي إيه؟ دي ولاعة. ذكية ذكية. يا سلام. والولاعة بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش اهي. شفت القيمة الغذائية؟ ايه يعني ايه اللي ما بتولعش دي؟ والخيسة هند. بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكره لما ادخل موسوعه جانس خد الثانويه بقى وتعالي كلميني. وابقى اول خردجيه وشك في الحيط وافاكيليه. جرى يا ولاد عمي يا شحاتين، متغاظين عشان انا معايا فلوس. جت كنيل على ولاد العمي. ايه ايه ده؟ ايه الخرده دي؟ مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين السنة دي؟ ايه دول؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. بجد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. جهلت مين دول؟ دول الموت علينا حق يا خلاص. كانت بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعة ازاي تبص في نظرك؟ ثلاثة فرط وأربعة في بنطلون واحد ورا. كانت دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاعر. انت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينة. ايوه. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جبان. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكرك انا هون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنية. في بنية؟ سياو قلة أدب هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. خالد. انت اللي مين؟ خالد. خالد. خالد يا جماعه. حضراتكم اللي مين؟ ايوه انتوا مين؟
دول ديانا يا فندم. وديانا جايين عندنا يضربونا ليه؟ وهو الوكيل ابن عمكم بدلهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود، اطلعوا بره يلا بره.